انهزم فريق اتحاد العاصمه امسيه الاربعاء بثنائيه دون رد امام مضيفه مارومو جالانتس من جنوب افريقيا لحساب الجوله الرابعه من دور مجموعات كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم مضيعا فرصه حسم تاشيره التاهل الى ربع نهائي كاس الكاف ويتراجع بذلك ابناء اوسستار للمركز الثاني برصيد سبع نقاط خلف مارومو غالنت الذي يحتل صدرت المجموعه بتسع نقاط هذا وقر مدرب اتحاد العاصمه عبد الحق بن شيخه بان الفريق لعب اسوا لقاء له منذ قدم